ده فيديو سريع كده عن التلسكوب واستخداماته وطريقة تشغيله، يعني بشكل سريع كده. هي أول حاجة إحنا بنرصد الجرم السماوي من الفايندر سكوب اللي هو ده، بنبص منه، وطالما شفناه هنا يبقى هنقدر نشوفه هنا. نحرك هنا حاجة بسيطة كده وإيه ونشوفه. ده العدسة اللي هي الأيبس اللي هي العينية اللي أنا ببص منها بعيني، بشوف العدسة الشرقية اللي هي دي بتجيبه، وده طبعا ده المكان بتاعها. تتغير بقى، نجيب اي عدسة نحطها هنا ونغير العدسات بقى ايه ونقفل عليها من جنب من هنا. تمام، نيجي للحركة بتاعته. بنحرك كده افقي ورأسي وشمال ويمين، وكل بيتحرك في كل الاتجاهات، وبثبته من هنا. يعني احرك كده فوق وتحت، وبعد كده اثبت من هنا، ده برضو بيتحرك كده وكده، وعايز اثبت من هنا، عايز يبقى الحركه خفيفه معايا برضو، اقدر احركه كده وانا ببص من دي العرض، احركه برضو ايه يمين وشمال. ده طبعا كل الملحقات اللي معاه هيجي زي ما هو كده، فايندر سكوب، العدسه العينيه، كل الكلام ده بتفك وبتركب. ده بقى عشان نقدر نشوف هنا الصوره واضحه، لازم نحرك الفوكسر ده شمال لفوق وتحت كده، نحركه كده لحد ما الصورة توضح معانا هنا في العدسة دي. يعني نحركه بالشكل ده، هنلاقي الصورة مبكسلة شوية لحد ما توضح. نبدأ ايه نبدأ نس... إيه لو معندناش نحركه بقى. طبعا وضوح الصورة على حسب البعد بتاعها، ودي صينية العدسات، نحط فيها عدسات، نحط فيها حاجة، وده برضو ايه العدسة اللي هي الكفر بتاعها، عشان لو بنرصد القمر وضوء شديد فبنركبها عشان تقلل الضوء اللي داخل، فما يتعبش عينينا وكده. وممكن نسيبها برضو كده عادي، مفيش أي مشكلة، ممكن نركبها يعني. دي بتقلل نسبة الضوء شوية داخل العدسة. طبعا ده الترايبود بتاعه، بتفك وتركب برضو بالشكل ده. دي الصناعة بتاعته، الحاجة بتاعته. بس ده التلسكوب بشكل سريع كده. وبرضو هنصور بالقمر، هنصور القمر بالموبايل أثناء رصده من التلسكوب، من نفس التلسكوب الكاسر الـ60900. هنرصد بيه القمر وهنصوره بالموبايل أثناء الرصد.